قلنا ان الكرينيال كافيتي هو الارضيه بتاعته بتمثل النورما بيزاليس انترنا. كان الفيتشرز اوف ذا نورما بيزاليس انترنا تمثلت في وجود 3 بيج فوسي، كل فصه اسمها كرينيال فصه. الثلاثه بيج فوسي دول كان بيعملهم تو بوني بارتيشن. اول بوني بارتيشن كان عباره عن قوسين هما الليسر وينجز اوف سفينويد بون، ودي من اجزاء السفينويد بون. البارتيشن الثاني كان عباره عن بيراميدال شيبد بوني بروميننس، هو جزء من التمبرال بون اسمه بيتروس بارت اوف تمبرال بون. القوسين الاماميين بيتقفلوا مع بعض بقوس صغير وبيكونوا الانتيريور كرينيال فوسا، والقوس ده نهايته او البوستيريور اند اوف ذا ليسر وينج اوف سفينويد هي الانتيريور كرينويد بروسيس. بالنسبه لارضيه الانتيريور كرينيال فوسا فكان بيصنعها الاتي، كان بيصنعها الاوربيتال بليت اوف فرونتال بون، وكان بيصنعها الكريبريفورم بليت اوف اسمويد بون. طيب دول تو بونز، اما تو كريستس فالكريستا فالفرونتال كريست عباره عن بوني بروجكشن طالع من الفرونتال بون من قدام، يعقبه انذر بوني بروجكشن ماشي في نص الكريبريفورم بليت واسمه كريستا جلي. ده كان بالنسبه للاستراكشرز بتكون ارضيه الانتيريور كرينيال فوسا. اما الميدل كرينيال فوسا كان بدايتها كان في فيشر اسمه سوبيريور اوربيتال فيشر يقع مباشره جاست بيلو اند بيهايند ذا ليسر وينج اوف سفينويد بون. ورا منه بحوالي 1 سم هنجد فورامن اسمه فورامن روتاندم، والفورامن ده كان وصلت وصل الميدل كرينيال فوسا ديت بالتريجو او السفينو بلاتين فوسا. ورا منه مباشره نجد فورامن اوفال ان شيب اسمه الفورامن اوفال، ورا منه فورامن اخر اسمه الفورامن اسباينوزم. طيب at the apex of petrous part of temporal bone هنجد فورامن كبير اسمه فورامن لاسرم، يوجد عند اتصال البيتروس بارت اوف تمبرال بون بالبودي اوف سفينويد اللي كانت شايله على كتفها زي ما قلنا قبل كده تو بوني بروميننسز يسموهم البوستيريور كرينويد بروسيسز. في البوستيريور سيرفيس اوف ذا بيتروس بارت اوف تمبرال بون كنا هنجد فتحتين صغيرين بيمثلوا الانترنال اكوستيك ميتس، اما في البيس بتاعت البيتروس بارت اوف تمبرال بون كان في جاجلر فورامن. من هنا دي كانت البوستيريور كرينيال فوسا، كان فيها ايضا فورامن كبير اوفال ان شيب او رمبودال ان شيب اسمه فورامن ماجنم، ثم كان في تو سالكاي موجودين على السايدز او المارجنز اوف ذا بوستيريور كرينيال فوسا بيسموهم ترانسفيرس سالكس، وامتداده اللي هو سيجمويد سالكس اللي كان بيفتح ويؤدي الى الجاجلر فورامن، واخيرا في الانترنال اوكسيبتال بروتيوبرانس اند كريست. دي كان جغرافيا سريعه توبوغرافيا لارضيه النورما بيزاليس انترنا اللي هي ارضيه الكرينيال كافيتي. طيب بالنسبه بعد كده موضوع تاني اللي هو الكونتنتس اوف ذا كرينيال كافيتي. هنقسم الكونتنتس اوف ذا كرينيال كافيتي الى حاجتين اتنين مهمين. في ستراكشرز كتيره لكن اهم ما يميز الكرينيال كافيتي وجود ديورال فولدز ووجود ديورال فينس ساينس. الكرينيال كافيتي فيها ستراكشرز كتيره بتكون الكونتنتس، لكن الديورال فولدز هي عباره عن اولا كان في برين متغطي ب 3 لايرز 3 انفلوبس. الاوتر انفلوب بيسموه ديورا ماتر، الانترميديت انفلوب بيسموه الاركنويد ماتر، والانر انفلوب اللي مباشره على البرين بيسموه البيا ماتر. الديورا ماتر اللي هي الاوتر فايبرس ممبرين ده بيبقى سكه دنس فايبرس ممبرين يعمل كفرنج للسيرفيس اوف ذا برين ويعمل لايننج للانر سيرفيس اوف ذا كرينيال اوف ذا كرينيوم اللي هي انر سيرفيس اوف ذا سكال. طيب بخصوص الديورا ماتر كان الاوتر لير بتاعتها اللي هي البريتال لير ناحيه بره، والانر لير لازقه على البرين اللي هي الفيسرال لير. هذه الفيسرال لير كانت بتعمل اشكال وتضاريس وملامح تشريحيه ظهرت في صوره دوبليكيشن للانر لير وعملت لي فولز مشيت في قلب الفيشرز مشيت في قلب السبيسز اوف ذا ديفرنت بارتس اوف ذا برين مكونه فولز تعرف باسم الديورال فولز. الديورال فولز هنقسمها لقسمين اثنين، قسم فيرتيكال وقسم هوريزونتال. القسم الفيرتيكال كان يشمل الاجزاء الاتيه: واحد فالكس سيربراي، اثنين فالكس سيربلاي. دول بخصوص الفيرتيكال ديورال فولز. اما الهوريزونتال ديورال فولز فكان يشمله ثلاثه فولز: تنتوريوم سيربلاي،
ثم دايفراجماسيلي، واخيرا الكيفم تراي جيمينال. دي الديورال فولز. طيب نتبع كده في انذر فيتشر للديوره اسمها ديورال فينس سينسز. يعني ايه ديورال فينس سينسز؟ يعني هي عباره عن فينس شانل توجد في قلب الديورال فولز. الديورال فولز طبقتين لازقين في بعض، بس بيفتحهم في بعض الاماكن ويعملوا تشانل فور ذا باسج اوف فينس بلاد، يسموا هذه التشانل ديورال فينس سينسز. تتميز انها تختلف عن الفينز العاديه في الاتي: ان الوول بتاعها مش الاستيك، ان الوول بتاعها فايبرس، ان الكافيتي بتاعها ما فيش فيه فولز على عكس الفينز العاديه اللي الكافيز بتاعتها بتكون فيها فولز. الديورال فينس سينس نقسمها لقسمين اثنين، قسم منها كان امبيرد او سنجل ويشمل الفينس سينس الاتيه: واحد سوبيريور ساجيتال سينس، اثنين انفيريور ساجيتال سينس، ثلاثه ستريت سينس، اربعه انتر كافيرنس سينس، خمسه اوكسيبتال سينس، سته بازلر بليكسس اوف فينز. هذه الفينس سينسز كانت سنجل او امبيرد، يعني موجوده along the middle line ومفيش منها الا واحد من كل نسخه. اما الفينس سينس الثانيه كانت doubled او بيرد، يعني موجود على السايدز، وكانوا يشملوا الاتي: واحد سفينوبرايتال ساينس، اثنين كافيرنس ساينس، ثلاثه سوبيريور بتروزال ساينس، اربعه انفيريور بتروزال ساينس، خمسه ترانسفير ساينس، سته سيجمويد ساينس. هذه الاستراكشرز او الفيتشرز اوف ذا ديورا ماتر اللي هي الديورال فولز والديورال فينس ساينسز، هي هتكون موضوعنا اللي هنتكلم عنه في السلايدز اللي جايه. رقم واحد الديورال فولز. الديورال فولز رقم واحد في الديورال فولز اللي هو الفالك السيربراي. فالك السيربراي، فالكس يعني فولد، سيربراي يعني بتوين ذا تو سيربرال هيمسفير اللي من نصين الكرويين للبرين. رؤوس الموضوعات اللي هتكلم عليها: عاوز الديفينيشن، السايت والشيب، الانز والبوردر، السيرفيسز والكونتنتس. دي رؤوس الموضوعات بتاعتي اللي على اساسها انا هبتدي اشرح الدبل لاير فولد اوف ديورا الفيرتيكال الكبيره اللي اسمها رقم واحد الفالك السيربراي. الفالك السيربراي لما نيجي نشوفه هو عباره عن دبل لاير فولد اوف ديورا نشات من الريدبليكيشن اوف ذا انر لاير اوف ذا ديورا بسبب دخولها في الحد الفاصل بين التو سيربرال هيمسفير مع بعض اللي اسمه ميديان لونجيتيودينال فيشر. ده التعريف بتاعها. السايت، تعريف السايت، السايت ان ذا ميديان لونجيتيودينال فيشر ذات سيبريتس ذا تو سيربرال هيمسفيرز فروم ايتش اذر. الشيب بتاعته، الشيب بتاعه لما نيجي نشوف الشكل ده شكله سيكل شيب، ده شكل المنجل. بيبتدي له anterior pointed end و posterior broad او wide end. ال anterior pointed او tapering end بتبقى directed anteriorly واتاتشد لحاجتين اتنين، من قدام frontal crest ومن تحت الكريستا جلدي اللي قلناها من شويه في الفيتشرز اوف ذا anterior cranial fossa. اما ال posterior broad end فكانت lying over another dural fold ماشي بالعرض اسمه tentorium cerebelli. طيب ده بخصوص الاندز. اما عن البوردرز يبقى هنا الاند انتيرور اند وهنا بوستيرور اند. البوردر لها ابر كونفكس بوردر اللي هو مباشره قاعد تحت السوبيريور ساجيتال سالكس. انا كانت في عندي ساجيتال سالكس، ساجيتال سوتشر. هذا الساجيتال سوتشر ده كان من بره ينظر من جوه ساجيتال سالكس. الساجيتال سالكس كانت له لبس عباره عن جروف في قلب الانر لاير اوف ذا نورما فيرتيكاليس. الابر كونفكس بوردر نايم تحت الساجيتال سالكس ومتصل باللبس بتاعته. اما اللور كونكيف بوردر فكان نايم فوق استراكشر بيوصل التو سيريبرال هيمسفير مع بعض اسمه كورباس كالوزم. طيب كده خلصنا البوردر. السيرفيسز انا عندي رايت سيرفيس وليفت سيرفيس. رايت سيرفيس ريليتد للرايت سيربرال هيمسفير وليفت سيرفيس ريليتد للليفت سيربرال هيمسفير. طب ماذا عن الكونتنتس؟ الكونتنتس بتقول ان هذا الديورال فولد اللي اسمه الفالك سيربراي في بعض الاماكن الطبقتين دول بيفتحهم ويعملوا فينس شانل تسمح بمرور الفينس بلاد فيما يعرف باسم الديورال فينس ساينسز. هناك ثلاثه ديورال فينس ساينسز ماشيين في قلب الفالك السيربراي. في الابر بوردر من فوق كان ماشي السوبيريور ساجيتال
ساينس، بادي من عند الانتيريور اند وينتهي عند البوستيريور اند. طيب في اللور كونفكس بوردر كان يوجد عندي الانفيريور ساجيتال ساينس، لكن بنلاحظ هنا بس معلش هنا في دي ناقصه يبقى خدوا بالكم منها. الانفيريور ساجيتال ساينس ده كان يوجد في البوستيريور تو ثيرز فقط of the lower border of the falcus cerebri. طيب ماذا عن البيز او of the falcus cerebri؟ فكان ماشي فيها الستريت ساينس. على هذا الاساس انا عندي ثلاثه فينس ساينسز ماشيين، في الابر بوردر ماشي سوبيريور ساجيتال ساينس، في اللور بوردر بس التلتين اللي من ورا ماشي الانفيريور ساجيتال ساينس، وفي البوستيريور بوردر كان في البيز كان ماشي عندي الستريت ساينس. ده بخصوص اول فينس ساينس اللي اسمه فالكس سيربراي. انذر فينس ساينس صغير شويه اسمه فالكس سيربيلاي، ده قاعد بين التو سيربيلر هيمسفيرز وشكله كان تريانجولار ان شيب، ونتعرض اليه في شريحه ثانيه. انذر ديورال فولد من الفيتشرز اوف ذا ديورا ماتر فولد اسمه تنتوريان سيربيلاي. لما نيجي نتكلم عليه رؤوس الموضوعات بتاعتنا برضه الديفينيشن والسايت والشيب والانز البوردرز السيرفيسز والكونتنتس. ده كان منظر سريع للنورم بزالز انترنا، الارضيه اللي هيركب عليها الديورال فولد اللي اسمه تنتوريام سيربيلاي. ده ديورال فولد. تعريف ديورال فولد هو عباره عن دبل لاير فولد اوف ديورا فورمد باي Reduplication. Reduplication of A. Reduplication of the inner layer of the dura mater. The inner layer of the dura mater اللي كانت نايمة مباشرة وقاعدة في البارتيشنز اللي بتفصل الـ different parts of the brain، يحصل Reduplication لهذه layer مكونة fold أو projection هيسموه dural fold. كان dural fold بتاعنا هنا اللي هو اسمه tentorium cerebelli. طيب فين البارتيشن ده اللي قاعده فيه التنتوريوم سيربيلاي؟ مكانها قاعده في الحاجز اللي يفصل السيربرم من فوق عن السيربيلم من تحت. اذا لابد ان يكون هذا الديورال فولد قاعد في البوستيريور كرينيال فوسا ماسك في البارجنز بتاعتها ويعمل سيبريشن بتوين ذا سيربرم من فوق اند ذا سيربيلم من تحت. يبقى ده الديفينيشن والسايد بتاعه. الشيب شكله من اسمه تنتوريوم جاي من تنت، وتنت يعني خيمه، سيربيلاي يعني الخيمه اللي راكبه فوق السيربيلم اللي هو المخيخ وبتفصله وتعزله عن السيربرم. طيب ده شكلها. طيب الانز بتاعتها والبوردرز، لها تو بوردرز، لها اوتر بوردر او بريفرال بوردر او اتاتشد بوردر. اوتر لانه من بره، من بريفرال ماسك البريفري، اتاتشد للمارجنز اوف ذا بوستيريور كرينيال فوسا وهي من اول البوستيريور كرينويد بروسيس، السوبيريور بوتوزال سالكس، واللبس اوف ذا ترانسفيرس سالكس. ده كان البريفرال او الاتاتشد بوردر. امال البوردر التاني اللي جوه اسمه انر بوردر او سيركولار بوردر او سنترال بوردر او فري بوردر. ليه؟ لانه لافف حوالين البرين ستيم ومنتوش من الداخل، مقطوع علشان يعدي منه البرين ستيم، وهذا القطع يسموه تنتوريال نوج. طيب التنتوريوم سيربيلاي اللي كان شكله تنت شيبد وكان له تو بوردرز، بريفرال او اتاتشد بوردر وانر او سنترال بوردر. الانر او سنترال بوردر ده اسمه فري لانه ما فيش حاجه ماسكاه، مش ماسك في عظم. الفري بوردر اللي هو الانر بوردر اللي هو ده اللي انا ماشي عليه ده، هيعمل كروس للاتاتشد بوردر عند النقطه دي من الناحيه الشمال وعند النقطه دي من الناحيه اليمين ويطلع لقدام. هيطلع لقدام يكمل يمسك في اجزاء النورما بيزاليس انترنا اللي من هنا اسمها انتيريور كلينويد بروسيسز. اذا الفري بوردر او الانر بوردر بيعمل كروسنج للاتاتش بوردر، هذا الكروسنج كان عند الابيكس اوف بيتروس بارت اوف تمبرال بون وامتد للامام علشان يمسك في الانتيريور كيلينويد بروسيسز. السيرفيسز
سيرفيسز اوف ذا تنتريوم سيربلاي لها ابر سيرفيس ريليتد لمين؟ ريليتد للسيربرال هيمسفير، ولها لور سيرفيس ريليتد للسيربلر هيمسفير. الكونتنتس بداخله يوجد عدد 3 فينس ساينسز. يعني ايه؟ يعني طبقتين التنتوريوم سيربلاي هيجي يفتحوا في بعض الاماكن، هيفتحوا في المكان ده هنا وهيفتحوا في المكان ده هنا وهيفتحوا في المكان ده هو هنا. المكان الاولاني اللي هيفتح فيه اللي هو في الايدجز، الانترولاترال ايدجز او الانترولاترال بوردر اوف ذا انترولاترال بارت اوف ذا بريفرال بوردر اللي هو ماشي على السوبيريور بتروزال سالكس، هيفتح ويمشي فيه فينس بلاد وتكون فينس ساينس اسمه سوبيريور بتروزال ساينس. اما البتروزال بارت اوف ذا بريفرال بوردر فهيفتحهم ويعملوا فينس ساينس اخر يمشي فيه اسمه ترانسفيرس ساينس. طيب من فوق من ان هو كان الستريت ساينس قاعد في البيز بتاعت الفالك السيربراي مباشره فوق الابر سيرفيس اوف ذا تنتوريوم سيربلاي. دي كانوا الاثنين دول اللي هم الفالك السيربراي في الشريحه اللي فاتت والتنتوريوم سيربلاي في هذه الشريحه بيمثلهم اكبر تو ديورال فولز، الا ان هناك عدد اخر من الديورال فولز اصغر شويه منهم واقل اهميه. زي مين؟ زي ديورال فولد اسمه كيفم ترايجيمينال. ده عباره عن ايه؟ عباره عن كيفم ترايجيمينال ده عباره عن ديافرام، يعني فايبرس بارتيشن قاعد فوق الترايجيمينال جانجليون اللي قاعده في الترايجيمينال فوسه اللي كان مكانها في الانتيريور سيرفيس اوف بيتروس بارت اوف تمبرال بون، وبيحميها من وزن البرين. ده كان المكان بتاع الكيفم ترايجيمينال. واخيرا هنا في كان عندي هنا ديافراجما سيلي قاعده على الابر سيرفيس اوف ذا بودي اوف سفينويد. الابر سيرفيس هنا كان في حفره اسمها هايبوفيزيال فوسه قاعده فيها البيتيوتري جلاند يغطي البيتيوتري جلاند. ديورال فولد هيمسك من قدام في الانتيريور كولونات بروسيسز ويمسك في الورا بالبوستيريور كولونات بروسيسز ويمتد علشان يحمي البيتيوتري جلاند من ضغط السيريبرال هيمسفير. ده بالاضافه الى الفلج السيربلاي اللي كانت في الحد الفاصل بس من تحت التنتوريوم، في الحد الفاصل بين التو سيربلر هيمسفير، وكان شكلها ترانجولر ان شيب، لها بوستيريور بوردر ماسكه في الانترنال اوكسيبتال كريست، لها بيز ماسكه في التنتوريوم سيربلاي، ولها انتيريور بوردر او الفري بوردر اللي معدي فوق او معدي بيهايند ذا فورامين ماجنم. دي كانت نبذه عن الديورال فولدز الخمسه واكبرهم واشهرهم الفالكس سيربراي والتنتوريوم سيربلاي. طيب ماذا عن الديورال فينس ساينسز؟ انا بعيد تاني بقول ان الديورال فينس ساينس دي عباره عن فينس الشانل قاعده جوه الديورال فولدز ظهرت نتيجه السيبريشن بتوين ذا تو لايرز اوف ذيس ديورال فولدز وماشي فيها فينس بلاد يتميز بان الوول بتاعه يتميز الفينس ساينس الوول بتاعه فايبرس وان مفيش فيه فالفز وان بيسمح بمرور الدم في اي اتجاه من واليه. فعلى هذا الاساس الديورال فينا ساينسز انا هقسمهم لقسمين اثنين. في فينا ساينسز ماشي على الميدل لاين حكينا على البعض منها اللي هم السوبيريور ساجيتال الانفيريور ساجيتال والستريت. هناك فينا ساينسز اخرى قاعده على السايدز يعني بيرد وكانوا كالاتي: واحد اسفينو بريتال ساينس من اسمه اسفينو يعني هيمشي على قريب من الاسفينويد بون، بريتال جاي من البريتال بون، فعلا هو من فوق جاي من البريتال بون وماشي على الليسر وينج اوف اسفينويد بون زي ما احنا شايفين بهذا الشكل ويرجع يكونتينيو الى الخلف. ده اول فينس ساينس اسمه سفينو بريتال. بيصب في انذر فينس ساينس اسمه كافيرنس ساينس. الاثنين دول ملاحظ انهم بيرد، الاسفينو بريتال والكافيرنس كانوا بيرد. كافيرنس ساينس هنحكي عليه بعد شويه بالتفصيل، لكن هنقول واحد من البيرد فينس ساينسز وانتهى فيه الاسفينو بريتال ساينس. هيخرج من البوستيريور اند اوف ذا كافيرنس ساينس انذر تو فينس ساينسز اسمهم سوبيريور بتروزال ساينس. هيمشي على الابر بوردر اوف ذا بيتروس بارت اوف تمبرال بون حيثما يوجد سالكس يسموه سوبيريور بتروزال سالكس. طيب
في another two venous sinuses هيخرجوا من ال posterior end of the cavernous sinus ويمشوا على ال lower border of the petrous part of temporal bone، والاثنين دولت هيمشوا للخلف superior petrosal وال inferior petrosal، هيعملوا communication بين ال cavernous sinus و other venous sinuses هنحكي عليها بعد شوية. ال venous sinus اللي بعد كده اسمه transverse sinus، ولكن ما قاعد فيه ال transverse sulcus. ترانسفيرس سالكس ده عباره عن بوني جروف قاعد على الاوكسيبتال بون من الداخل، وامتداده اللي هو اتس شيبد فينس ساينس اللي هو السيجمويد ساينس اللي قاعد فيه السيجمويد سالكس، والكونتينيويشن بتاعه هيكون الانترنال جاجولار فين. دي كانت الفينس ساينسز اللي هي البيرد وعددهم 6. اما الفينس ساينسز السنجل احنا قلنا من شويه كان بمعادلين فيهم في الميدل لاين، كان في السوبيرو ساجيتال قلناه، السوبيرو ساجيتال ساينس ده كان قاعد في الميدل لاين وماشي في الابر بوردر اوف ذا فالكس سيربراي، والكونتينيويشن بتاعه بيكون على الرايت سايد هو الرايت ترانسفيرس ساينس. اما الانفيرو ساجيتال ساينس اللي مش باين هنا كان قاعد فقط في البوستيريو تو ثيردز اوف ذا لوور بوردر اوف ذا فالكس سيربراي، وكان بيتحد مع فين اخر اسمه جريت سيربرال فين، بيكونهم ستريت ساينس، والكونتينيويشن بتاعه بيكون الليفت ترانسفيرس اللي هيكمل هيبقى السيجمويد اللي هيكمل يبقى الانترنال جاكلر فين. دول الثلاثه سنجل او الثلاثه امبيرد فينس ساينس الكبيره. هناك فينس ساينس اخرى اقل اهميه شويه زي الانتر كافيرنس ساينس. الانتر كافيرنس بنعتبرهم سنجل او امبيرد رغم ان بعض الناس بيقولوا عليهم بيرد، لا هم ما دام يقعوا في الميدل لاين ومفيش منهم رايت وليفت يبقوا انبيرد، وعددهم 3: انتيرور انتر كافيرنس، ميدل انتر كافيرنس، وبوستيرو انتر كافيرنس. ودولت عباره عن وصله توصل اجزاء او الميديال سايدز اوف ذا كافيرنس ساينسز مع بعضهم. الانذر فينس ساينس اخر اسمه بازيلر بليكسس اوف فينز. البازيلر بليكسس اوف فينز قاعد على العظمه المباشره خلف البودي اوف سفينود اللي اسمها الكلايفاتس، وكان البازيلر بليكسس اوف فينز عباره عن وصلات توصل الانفيريور بتروزال ساينسز مع بعضها. واخيرا في عندي الاوكسيبتال فين. الاوكسيبتال فين بيبتدي بتو لمس وينتهي بتو لمس. التو لمس هيوصلهم الترانسفيرس ساينسز مع بعض، يتحدوا مع بعض يعملوا وان فينس ساينس اللي هو الاوكسيبتال اللي بيتفرع لفرعين اثنين ويتصل بالسيجمويد ساينس. اذا الاوكسيبتال فينس ساينس، الاوكسيبتال فينس ساينس بعض الناس بيقولوا عليه سنجل والبعض الاخر بيقولوا عليه بيرد. هو سنجل لان هو واحد بس نشا بتو لمبس وانتهى بتو لمبس. بدايته تو لمبس بتوصله بالترانسفيرس ساينس، ونهايته تو لمبس يوصله بالسيجمويد ساينس. طيب ناخد دلوقتي اهم فينس ساينس اللي هو كافيرنس ساينس. الكافيرنس ساينس انا عندي لازم اديله تعريف، ولازم نشوف شكله ايه وقاعد فين، الكوميونيكيشن والتريبيوتريز والدرينج بتاعه كان ازاي. تعريفه هو فينس شانل قاعده بتوين ذا تو لايرز اوف ديورا. فين مكانه؟ مكانه على السايدز اوف ذا بودي اوف سفينويد. فين الباوندريز بتاعته؟ الباوندريز بتاعته كالاتي: من قدام، من قدام كان في عندي السوبيريور اوربيتال فيشر والانتيريور كولينويد بروسيس، من ورا كان في الابكس اوف بيتروس بارت اوف تمبرال بون والفورامن لاترال. ميديالي من فوق كان في البيتيوتري جلاند والبودي اوف سفينويد بداخلها السفينودال اير ساينسز. طيب من تحت البودي اوف سفينويد از سلوبنج ويعدي من تحتيه. لاترالي كان جزء من التمبرال لوب اوف ذا برين واسمه الانكس. ديت كانت الباوندريز اوف ذا كافيرنس ساينس. ادي حدودها من قدام سبيل اوربيتال فيشر، ادي الحدود الميديال بتاعتها البيتيوتري جلاند، حدود الميديال البيتيوتري جلاند من فوق البودي اوف سفينويد، وبعدها السفينودال اير ساينسز. من ورا كان في عند البيتروس بارت اوف تمبرال بون والفورامن لاترال. دي كانت البوندريز اوف ذا كافيرنس ساينس. طب ماذا عن الريليشنز والكونتنتس والكوميونيكيشنز اوف كافيرنس ساينس؟
كافيرنس ساينس هو شكله جاي من اسمه، كافيرنس جاي من كيفام، وكيفام يعني كف. لما تنظر اليه من الداخل هتلاقي ان هو في منظره كانك دخلت جوه كهف. الكهف ده جوه ايه؟ في شعب وفي احجار وفي بروجكشنز ورفوف. كذلك جوه هذا الكهف هنجد ستراكشرز كتير بتجعل شكله لمن يدخل اليه ينظر كما لو كان كهف. طيب الريليشنز بتفصيل تاني، انتيريورلي كان في السوبيريور اوربيتال فيشر، ميديالي البودي اوف سفينويد راكب عليه من فوق البيتيوتري جلاند، وفي النص كان في السفينودال اير ساينسز. طيب دي كانت الباوندرز الانتيريور والميديال. قلنا الانفيريور من تحت بقيه البودي اوف سفينويد، من ورا كان في عند الايبكس اوف بيتروس بارت اوف تمبرال بون مع الفورام اللاترام، ولاترالي كان في الانكس هو جزء من التمبرال لوب اوف ذا سيربرال هيمي سفير. طيب الكونتنتس ماذا يوجد بداخل الكافيرنس ساينس؟ اللاترال وول اوف ذا كافيرنس ساينس يوجد عدد ثلاثه، عدد اربعه نيرفز ماشيه في اللاترال وول. الاربعه نيرفز اللي ماشيه دول، اول واحد فيهم كان الاوكيلوموتور نيرف او اللي هو السيرد كرينيال نيرف، هو الابر موست بارت ابر موست ستراكشر اللي قاعد في اللاترال وول ويغادر الكافيرنس ساينس ويدخل الاوربت عن طريق السوبيريور اوربيتال فيشر. النيرف الثاني اسمه تروكليار نيرف اللي هو العصب الكرينيال الرابع، ماشي ايضا في اللاترال وول اوف ذا كافيرنس ساينس ثم يخترقه ويطلع يدخل الاوربت عن طريق ايضا السوبيريور اوربيتال فيشر. العصب اللي بعد كده اسمه الاوفسالميك نيرف، والاوفسالميك نيرف ده كان اول برانش من الترايجيمنال اللي هو العصب الخامس، ده ماشي تحت التروكليار في اللاترال وول. العصب الرابع اللي اسمه الماجزيلاري نيرف، الماجزيلاري نيرف ده دخل في الكافيرنس ساينس ومش في اللاترال وول as the lower most structure ويغادروا، بس المرة دي مش هيروح للسوبيريور اوربيتال فيشر، ده رايح للفورامن روتندم علشان يوصل منه للتريجو بلاطين فوسا. الاربعة نيرفز دول من فوق لتحت، تلاتة اربعة واتنين من خمسة، تلاتة اوكيلوموتور اربعة تروكلير، اتنين من خمسة اللي هما الاوفسالميك والماكسيلري. من الملاحظ ان المانديبولار نيرف اللي هو البرانش الثالث من الترايجيمنال لا علاقة له على الإطلاق بالكافيرنس ساينس، لكن يمشي من وراء يدخل من هنا من الفورامن أوفال، وده مش موضوعنا. طيب بداخل الكافيرنس ساينس أيضا يوجد شريان خطير، هذا الشريان اسمه انترنال كاروتيد أرتري. الانترنال كاروتيد أرتري ده كان جاي من النك، دخل الكرينيال كافيتي عن طريق كنال اسمها كاروتيد كنال، هيخترق البوستيريور اي يخترق الفلور اوف ذا كافيرنس ساينس ويمشي في تورشوس كورس. ات فيرست ماشي انتيريور، بعد كده هيمشي ابوردز، بعد كده هيخترق الروف ويرجع باكوردز، فوق الروف يطلع مره تانية ابوردز، وبينتهي انه يتفرع الى الفرعين بتوعه. ماشي معاه في نفس المكان كان ماشي معاه نيرف اخر اللي هو الابديوسنت نيرف. الابديوسنت نيرف اللي هو كان السكس كرينيال نيرف ماشي لاترال ل ماشي مع الانترنال كاروتيد بس ماشي لاترال ليه في قلب الفلور، ثم يخترق الانتيريور وول ويطلع على الاوربت يشارك في تغذيه الاكسترا اوكولار ماسلز. يبقى هنا عندي في خمسه نيرفس قاعده جوه الكافيرنس ساينس، اربعه في اللاترال وول واحد في الفلور ماشي لاترال للانترنال كاروتيد ارتري. هنا السؤال اللي شافه الظريف يقول لك مين هو النيرف اللي ماشي جوه فين؟ هو مش نيرف واحد، دول خمسه نيرفز، ثلاثه واربعه واثنين من خمسه، والسادس كرينيال نيرف السادس اللي اسمه الابديوسنت. يقول لك مين هو الشريان اللي ماشي جوه فين؟ الارتري اللي جوه فين؟ هو الانترنال كاروتيد اللي كان داخل جوه ال كافيرنس ساينس. طيب الدرينج اوف ذا كافيرنس ساينس، الكافيرنس ساينس لو درينج ولو كوميونيكيشنز مع اذر فينس، يخرج من البوستيريور اند بتاعته تو فينس ساينسز، سوبيريور بتروزر هتوصله ل
الترانسفيرس ساينس وانفيريور بتروزال هيوصلوا للانترنال جاجولار فين. هيخرج من الفلور بتاعه ايضا الميشر فين، الميشر فين يوصله بالتروجوت بليكسس اوف فينز عن طريق الفورامين اوفال. هيخرج ايضا او هيدخل له من الانتيرور اند بتاعته، هيدخل له الانفير الاوفسالميك فين السنترال ريتنال فين مع الاوفسالميك فينز. هيوصله ايضا بالروف بتاعه، هيصل بالسفينو بارايتال فينس ساينس يدخل في قلب الروف. طيب واخيرا الميديال سايدز اوف ذا كافيرنس ساينس هتتوصل مع بعضها بعدد 3 انتر كافيرنس ساينسز، واحد انتيرور واحد بوستيرور ومن تحت هنا في الميدل. دي كانت الكوميونيكيشنز اوف ذا كافيرنس ساينس. طيب في الكرينيال كافيتي كان يوجد ارتري مهم اسمه ميدل منينجيال ارتري. هذا الميدل منينجيال ارتري ذكرناه قبل كده اللي كان له علاقه بمنطقه على النورمال لاتراليس اسمها التيريون. الميدل منينجيال ارتري ده سبق ذكره او احنا هنتكلم عليه بعد كده مع البرانشز اوف ذا ماكسيلاري ارتري. هذا الارتري اللي كان اسمه الماكسيلاري ارتري ده كان برانش كبير جاي من الاكسترنال كارديال ارتري وكان مسؤول عن تغذيه الاستراكشرز اللي في الانفرا تمبرال ريجون. كان له 3 بارت، فيرست بارت وسكند بارت وثيرد بارت اللي حدد الثلاثه بارت، دول كان عضله اسمها اللاترال تريجويد ماسل. من الفيرست بارت كان خرج الشريان بتاعنا اللي اسمه الميدل منينجيال ارتري. الميدل منينجيال ارتري طلع من الفيرست بارت اوف ذا ماكسيلاري ارتري، دخل الكرينيال كافيتي عن طريق فورامين اسمه فورامين سبينوزا، مشي انسايد ذا سكال انسايد ذا كرينيال كافيتي واتفرع لفرعين اتنين، انتيريور ديفيجن ماشي بالقرب من الفرنتال بون فعشان كده سموه فرنتال ديفيجن، وبوستيريور ديفيجن ماشي بالقرب من البارايتال بون وبيسموه بارايتال ديفيجن. الفرنتال ديفيجن او الانتيريور ديفيجن ده العرضه في الهيد انجريز لانه يحصل له تير ويعمل هيموريدج ويعمل كوليكشن اوف بلاد اوتسايد ذا برين بيسموه هيماتوما. في الحاله ديت احنا بنفتح على منطقه التيريون وننظف ونربط هذا الشريان اللي حصل له دامج. طيب ده كان نبذه مختصره عن الميدل منينجيال ارتري وعلاقته الجراحيه بمنطقه التيريون والهيد انجريز. اخيرا اخر نقطه في الكرينيال كافيتي مصطلح اسمه الميشري فينز. الميشري فينز يعني السكال دي كلوزد بوكس السيركيوليشن اللي فيها جاردد محدوده بهذا البوني بوكس اللي اسمه السكال. اذا الضغط جوه اذا زاد وما لقاش له متنفس ممكن يعمل مشاكل على البرين. من اجل ذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل وصلات ما بين الفينس سيركيوليشن او الفينز انسايد ذا كرينيال كافيتي بالفينز اوتسايد ذا كرينيال كافيتي عن طريق وصلات تخترق الفورامين المختلفه اوف ذا سكال ويسموها الاميشري فينز. اذا الاميشري فينز هي عباره عن يعني فينز تشتغل كسيفتي فالف توصل الاكسترا كرينيال بالانترا كرينيال فينز. نتذكر مع بعضنا ده كان الفلك السيربراي وده كان السوبيريو ساجيتال ساينس، والسوبيريو ساجيتال ساينس كان كونتينيوز از ترانسفير ساينس على الرايت سايد او الليفت سايد الانفيريور ساجيتال يتحد مع الاستريت ويعملهم الليفت ترانسفيرس، سواء كانت ترانسفيرس رايت او ليفت هيمتد والكونتينيويشن بتاعه يبقى اسمه سيجمويد ساينس، والسيجمويد ساينس كان بيخترق او يمر من الجاجولار فورامين ويروح للنك يبقى اسمه انترنال جاجولار فينز. دلوقتي هنتكلم على الفينز الكبيره. كان يوجد على السكالب من بره فين اسمه اوكسيبتال فين. الاوكسيبتال فين واحد من الاكسترا كرينيال فينز. السوبيريو ساجيتال ساينس كان واحد من الانترا
كرينيال فينوس ساينسز. الكوميونيكيشن اللي كان بينهم، اول كوميونيكيشن هو فين صغير كان بيخترق البرايتال ايميشري فورامين ويعمل لي البرايتال ايميشري فين. من هنا لو نفتكر مع بعض النورما فيرتيكاليز كان فيها تو فورامينا هيفتحهم على السايدز اوف ذا سيجيتال سوتشر ان فرونت اوف لامدا بحوالي 3 الى 4 سنتي، وقلنا فيها بيمر فيها فين صغير اسمه برايتال ايميشري فين. الان شفنا ان هذا الفين يوصل الاوكسيبتال فين من فوق بالسوبيرو سيجيتال ساينس من جوه. في انذر فين يعدي من الماستويد فورامين هيوصل السيجمويد ساينس بامتداد الاوكسيبتال فين، وبالشكل ده يبقى هنا الضغط الدم لو زاد جوه ممكن عن طريق التو فينز دولت يتصرف لبره. بس هل يا ترى التو فينز دول كافيين بانهم يعملوا درينج للاكسس اماونت اوف بلاد اللي ظهرت نتيجه زياده ضغط الدم بداخل الكرينيال كافيتي؟ في الحقيقه مش كافيين، فربنا سبحانه وتعالى زود عدد الفينز اللي بتوصل الى انترا كرينيال سيركوليشن بالاكسترا كرينيال سيركوليشن. كان هناك انذر فين، انذر فين اسمه ايميشري فين، كان هيوصل السب اوكسيبتال بلكسس اوف فين بالسيجمويد ساينس عن طريق البوستيريور كوندايلر فورامين. وهناك فين اخر هيوصل السيجمويد ساينس للانترنال جاجلر فين عن طريق الانتيريور كوندايلر فورامين. اذا السيجمويد ساينس دلوقتي حاليا له درينج كبير من بره عن طريق ثلاثة ايميشري فينز، الماستويد ايميشري فين والايميشري فين بالسب اوكسيبتال فينس بلكسس والايميشري فين بالانترنال جاجلر فين. هل كل ده كافي؟ لسه ما زال في عندي ايميشري فين هتوصل الجزء الامامي. كان في عندي الكافيرنس ساينس اهو، دي اوضه التفتيش الرئيسيه الموجوده في داخل الكرينيال كافيتي. طب يا ترى دي هتتوصل بالفينز الاوتسايد زي اسكال بايه؟ بايميشري فينز. كان اشهرهم واكبرهم ايميشري فين بيعدي فيه الكاروتيد كانال ويوصل الا بيعدي فيه عفوا الجاجلر فورامين ويوصل الكافيرنس ساينس بالانترنال جاجلر فين. هذا الفين كان اسمه انفيريور بتروزال فين، واحد من الفينس ساينسز او واحد من الايميشري فينز المهمه اللي وصلت الكافيرنس ساينس بالانترنال جاجلر فين. ما زال لسه في عندي انذر ايميشري فين هيوصل الفلور او الانفيريور سيرفيس او ذا كافيرنس ساينس بالتريجويد بلكسس اوف فينز عن طريق الفورامين اوفال. وايضا ما زال في السوبير اوف سلميك فين كان هيوصل الكافيرنس ساينس بالفينز اللي في الفيس عن طريق السوبيريور اوربيتال فيشر. كان ايضا في عندي الديفيشيال فين كان بيوصل التريجويد بلكسس وبالتالي الكافيرنس ساينس بالانتيريور فيشيال فين. واخيرا كان في عندي تو سمول فينز هيوصلهم السوبيريور ساجيتال ساينس بالفينز بتاعت النيز الروف اوف ذا نوز عن طريق تو سمول فورامينا موجودين في البونز في هذه المنطقه.